بسم الله، السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو من سوق الجمعة ديال قيصر، اليوم 18/10/2021. نبداو اخوان بالنعجة. كدير السنة خويا؟ باعية ستة. تمام. شحال؟ تمام. 27,350 درهم. سبعة وعشرين، الله يسخر الله يسخر. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر. تمام راه عزيز عليه تصور، عرفتو الثمن؟ قلنا تمام 36. الوزير ديالك شحال؟ اسواق ماشي بالمغرب 36,800. والوالدات الوالدات واش كيقول؟ ديالو ماشي ماشي ديالو، ندور عندو سيري نسد على هادو بعدا مزيان. واخا ياك علاش كدير عليه؟ الله يسخر ليه، عنده النعجة زوينة. علاش ترجع؟ كيطلب كيقنع، كيطلب الثمن ضروري 36. غادي مليح الثمن، كل دار ياك. وسن سن صغار قلت هنا احمد قلت هنا. والله يسخر الله يسخر. 1800 درهم دارات صغارة في السنقل. نعجات سرديات والدات كبيرة في السن. مولاي هنايا نايات والدات خروفات ولا خرفات؟ خلطة خلطة. ثمن السامعين اليوم عطينا فيه 28 اخويا 28. عطينا 1400 درهم. شحال قلتي لهم انت؟ والله هي 230 اخويا. جزاك الله 1600 اللي باغي ان شاء الله تبيع بربح. ندور معاه اخويا الله يسخر ليه. عطينا 28 باغي 32. تحياتي لكم كاملين يا اخوان داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، مرحبا بالجميع. تحية لكل واحد كيخلي لنا واحد جيم كومونتير. الله يحفظكم ونهاركم مبروك من سوق قيصر. الله يسخر الجميع، الله يعاونك الشريف، الله يسهل عليك الله يسهل عليك. ستة وثلاثين السن ستة سيات وحدة يطالع جمو سداسيات كيقول 36 يقول 1800. والله يسهل لك تبيع عند الربان ان شاء الله. خروس وين؟ ياك نطلع النهار بنت مزيان. الله يسخر قال مازال ما صغارش. الله يسخر الجميع يا اخوان الله يسخر. الله يسهل على الجميع. تلاف وخمسمية خلات وحدة ديال الجموع والراحم ربي. وين دخروف وخروفة؟ خروف غير هذيك تاهي ديالك اللي مليتي؟ تمام تاهي 45. كي دايرة تاهي السكر؟ جامد جامد جمع مزيان. كيدير السوق تاع النعجة اليوم هنا في قيصر؟ مليح بحق مليح الثمن وما نعاودوش الهضرة مليح بحق كيما قال لنا. ثلاث وخمسمية
وهذه 45250 جامعة ولد زوين قد يزمع زوين الولية دا الله يسهل على الدري هذا يبيع من الرباح ان شاء الله خليهم تما بالنسبة لسنا خويا جابت واحد الجموع اي واحد الجموع قلت لي يا صاحبي الله يسخر خويا الله يجيبك التيسير شي تبارك الله كي دايره في السنة ثلاث ايام خروف وخروفة حولية وخروف ثمان اخويا 53 ثلاث ايام 53 2650 درهم هذه عطينا لك ولا باغيها هذه باش شريناها باش شريناها عطاوها شي ربح مازال عطاونا لما قنعناش عطينا الف لا لا تبارك الله ما شاء الله كي داير مزيان هاني الله يحفظك انتم يا اخوان 2650 درهم عطينا 50 درهم ارباح مازال ما قلناش هذيك راه ما قلناش تعال تعال مازال ما يقلب هذيك دار هذه استاذية 53 عطونا فيها 1000 وهذه راه عندها فضل الله يسخر صغير شوف قلب تحت تمشي نبيع وشرا تاع معقول واه الله يسخر الله يجيب لي تيسير مولا كان باع ب 64 خدنا عليهم علاش ما تشدي انا ورده واه سوين طيس تقول لك ورده اللي في الثلاجه راه جي هذه ورده قلنا شحال الثمن ديالها كدير استنى فر فر ها انت دريجي ها انت استاتيجي ها ثمن واه سوين طيس ثمن 64 مناسب داره داره عامله الله يسخر الله يجيب تيسير راه اليوم الجمعة ان شاء الله شنو الورد كي دايرة شتو عليها مزيان ولد بويا تو تحية لولد بويا تحية لولد بويا تحية لكلشي قال اللي غيشوف بس شو راه تحية لولد بويا ونعينها الله يسخر الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير كل ولد اخويا فيها 8 والدين فيها 8 والدين واخرين دارين كل دابا ديال سبعين كنا بداس كسبين خويا رشيد هاني بخير الله يحفظك اجي اجي ما تمشي اجي تعيش تمام 29 المرقد ديال اخويا ولاد مراح سيدي ولاد مراح سيدي الحجاج عاطينو 1450 درهم كيداير السوق تاع النعجه اليوم سوق ذاك الله يسخر لكم فيها الله يجيب لكم تيس 8 لوالدات الله يسخر أتمينا كي داير السوق تاع باكيسر السوق واه تشوف سمعتك قلتي ما بعنا مشرينا بعنا مشرينا كاين واد كلام المعقول انا راه باش ما طاح من ما غنبدلوش قول لي أتمينا هنا كي داير انا خاص ب 14 عاونا ب 15 هي العجله ديالي ديالو في المعده نمشي ليه غادي نمشي ليه قول لي صورة مرة الثمن ديالها ما تجيش راه هاد اللي منا اللي والده جبت صورة كحلة 30 والاخرى راه ما والداش عاد معطيها 14 وليك جي ديال رباعية معطيها 16 الله يحفظك خويا خويا الله يسخر لك الله يجيب التيسير هاد الكحلة والدة 30 والدة جوج 30 والاخرى 14 اللي عاطينو 1500 درهم يا اخوان هادي هي وليدات راه كامل هو داك الدري المريح كمال شحال هذه كمال؟ تعال لعندي تعال لعندي نقول لك
هو الله يسخرك يا عمر، لا جبتي سير الله يسهل علينا يا اخوان.